اختار أن يخرج من المدينة، أن يخرج من يثرب إلى البادية ويسكن في بيت من الشعر لمدة يعني من 61 ما يقارب 61 إلى 63 بعد واقعة الحرة بفتح الحاء. لماذا؟ يعني تصرف جدا لم يحده يعني أحد من المعصومين من آبائه ولا من أبنائه، هذه العزلة بهذا الشكل أنا أقصدها، لإبعاد عيون الأمويين والجلاوزة عنه، وليأخذ موقفا أيضا يبعد القواعد إن وجدت للحفاظ عليه، لأن بعض الأفراد المخلصين بقوا يعني بعد استشهاد الحسين حفاظا أيضا عليهم، هذا الأقل اتصال داخل المدينة ممكن يشكل خطرا على الإمام وعليهم. الأهم من ذلك يريد أن يستحصل الإمام السجاد عليه السلام عنصر الأمان والثقة واليأس من قبل الدولة الأموية أو الخلافة الأموية، اليأس من تحرك الإمام السجاد التحرك السياسي. كان الأنسب ماذا؟ أن يعتزلوا، أن يعتزل العفو المدينة ويسكن في البادية. موقف جدا رائع، هذا الذي بالتالي هو في واقعة الحرة كان هو البيت الآمن حتى لمن؟ حتى للأمويين. يعني مروان بن الحكم هو وعائلته وين سكنوا؟ أو هكذا، وأين وجدوا الأمان؟ وجدوا الأمان عند الإمام السجاد عليه السلام. إذن بهذه الحركة أصبح ماذا؟ ممكن أن ترفع عين الرقابة، وممكن أن يعاد عنصر الطمأنينة نحو الإمام بهذا الفعل. وفعلا هذه السنوات الثلاث التي قضاها خارج يثرب أهلته لكسب ثقة الأمويين، لكن هي تبقى الثقة غير كاملة مزعزعة، لكن عاد واعتبر على أقل التقادير مواطنا داخل الدولة الأموية له حق التحرك.